السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، وصلنا الآن إلى الدرس 77 من هذا الكورس المميز، وكلمة اليوم كلمة behind. behind سوف نتعلم استخدامات كلمة behind مع أمثلة وأيضا مرادفات كلمة behind في دقيقتين فقط، لذا تابعوا معي. هدفنا حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، حوالي 20 كلمة جديدة. لهذا السبب خلينا نركز الآن حتى نحصل على هذا الهدف خلال هذه الدقيقتين. ركز معي جيدا الآن. Get ready, اجهز. Write all the phrases. اكتب جميع العبارات. So you need a notebook and a pencil. تحتاج إلى كراسة وقلم حتى تكتب. Just 2 minutes and repeat after me 5 times aloudly. أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس حين نشرها مباشرة. أما دروس سابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. Behind تأتي بمعنى خلف أو تسول أو وراء أو إلى الوراء. behind خلف. خلنا نأخذ أمثلة حتى نحفظ ونتعلم كيف نستخدم كلمة behind. whatever you decide to do whatever مهما you decide أنت قررت to do أن تفعل مهما قررت فعله I will be behind you. أخذنا طبعا كلمة be سابقا وشرحناها بالتفصيل بالدروس السابقة. I will be behind you. سأكون خلفك. أنا دائما سأكون خلفك. أنا سأكون خلفك. Whatever you decide to do, I will be behind you. الآن خلينا نقرأها معا حتى نتعلمها بشكل جيد. Whatever you need, whatever you decide to do, I will be behind you. Very good. حاول الآن تكررها 5 مرات باللفظ الصحيح بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد، وأيضا اكتبها في كراسك. Whatever you decide to do, I will be behind you. المثال الثاني. I left my purse behind me. I left my purse behind me. تركت حقيبتي ورائي. I left my purse behind me. I left my purse behind me. تركت حقيبتي ورائي. أهم مرادفات كلمة behind: back خلف. backwards أيضا تأتي بمعنى خلف. point وراء. إذن كلمة behind كلمة مهمة جدا. In the end في النهاية أيضا تأتي مرادفة لكلمة behind. behind الآن حاول أن تكتب جملة مستخدمة فيها كلمة behind. ضع كلمة behind في جملة الآن واكتبها أسفل هذا الفيديو حتى يستفاد منها الآخرين أيضا. شكرا لك على المتابعة. انتظرنا في الحلقة القادمة الدرس 78، وكلمة believe كلمة مهمة جدا أيضا سوف نشرحها ونأخذ عليها أمثلة ونحفظها بشكل جيد. استمر بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية وانتظرنا في الحلقة القادمة. شكرا لك وإلى اللقاء.